السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو معلومات عامة. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1 المعلومات والثقافة، ومنها رقم 1 معلومات عامة، 2 معلومات عامة إسلامية، 3 معلومات عامة رياضية، 4 معلومات عامة علمية. النقطة الأولى المعلومات والثقافة. إن أصل كلمة معلومات من الفعل علم عكس جهل، أي عرف الشيء وإدراكه. أما الثقافة فهي من الفعل ثقف، أي صار حاذقا وفطنا. وهاتان كلمتان مرتبطتان ببعضهما، فهما يوجهان المرء نحو العلم والمعرفة التي تنير عقله وفكره وتنعكس على شخصيته، ويمكن له الوصول إلى ذلك من خلال الاطلاع المستمر على معلومات عامة ومفيدة ومتنوعة في مختلف المجالات يمكن معرفتها من الكتب أو المجلات أو مواقع التواصل الاجتماعي. النقطة الأولى المعلومات عامة. نهر النيل أطول نهر في العالم، مسجل في سجلات الأمم المتحدة، طوله 6670 كيلومتر. الفاتيكان أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 0.44 كيلومتر. الأمازون أعرض نهر في العالم، حيث يبلغ طوله 6.437 كيلومتر، وعرض من 2.5 كيلومتر إلى 10 كيلومتر. الفراتان هما دجلة والفرات، وهما موجودان في تركيا والعراق وسوريا. الصومال أكثر الدول العربية إنتاجا للموز. الملك عبد الله ابن الحسين الأول هو مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية. القطب الجنوبي هو آخر قارة تم اكتشافها. يطلق اسم طيبة على المدينة المنورة. أحمد شوقي هو أمير الشعراء. مرض الطاعون يدعى بالمرض الأسود نتيجة صعود الدم إلى الجلد وظهور بقع سوداء على الجلد. الإدريسي هو أول من رسم خريطة العالم بكافة قاراته. خليج المكسيك يعد أكبر خليج في العالم. أنقرة هي عاصمة تركيا الحديثة، وكانت مدينة إسطنبول سابقا هي العاصمة للدولة العثمانية. للعود 5 أوتار، وأضاف الوتر الخامس ذئاب. النعامة أكبر طائر في العالم، وبيضتها أكبر بيضة للطائر. يطلق على مصر أرض قنينة، وقد سماها بهذا الاسم الصحابي الجليل عمرو بن العاص. تبقى القطة الصغيرة 10 أيام عمياء. مدينة بعلبك هي مدينة الشمس، وهو تعريب للاسم الروماني هليوبلس. النقطة الثانية معلومات عامة إسلامية. معاوية ابن أبي سفيان هو أول الخلفاء الأمويين. سمية رضي الله عنها هي أول شهيدة في الإسلام، قتلها كبير المشركين والكفار أبو جهل. المدينة المنورة هي العاصمة الأولى للإسلام. الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله. الغنيمة هي ما يؤخذ من الأعداء بعد الحرب. مكث أصحاب الكهف 309 سنة هجرية نائمين بأمر من الله عز وجل. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وتسمى أيضا السبع المثاني. فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعون. غزوة ودان الأبواء هي أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم. عم الرسول أبو طالب أهون أهل النار عذابا. ركعات الفجر هما خير من الدنيا وما فيها. الوسيلة هي أعلى درجات الجنة. النقطة الثالثة معلومات عامة رياضية. البرازيل أكثر الدول فوزا في بطولات كأس العالم. الأوروغواي هي أول دولة فازت في بطولة كأس العالم بكرة القدم. بريطانيا هي أول دولة عرفت كرة القدم. الموطن الأصلي للبيسبول هو الولايات المتحدة الأمريكية. الموطن الأصلي للجودو هو اليابان. الموطن الأصلي للتايكوندو هو كوريا. المسافة بين ضربة الجزاء والمرمى هي 12 ياردة. تأسس أول اتحاد لكرة القدم في لندن عاصمة بريطانيا. ألعاب القوى رياضة يطلق عليها اسم أم الألعاب. علم الألعاب الأولمبية توجد فيه 5 حلقات. النقطة الرابعة معلومات عامة علمية. الأخطبوط يملك 3 قلوب. الفطريات هي المملكة الثالثة في الطبيعة. يعتبر زيت الخروع ملينا للأمعاء. الجمل هو أحقد الحيوانات. الببغاء هو أكثر الطيور حذرا. تبقى الأفعى لمدة سنة دون طعام أو شراب. ابن سينا هو أول من اكتشف عدوى مرض السل. مندل هو صاحب قانون الوراثة. تبلغ نسبة الأكسجين في الماء 80%.
تزيد سرعة نمو الشعر في الصيف أكثر من الشتاء. عنصر الكالسيوم هو المعدن الأساسي في اللبن والحليب. تبلغ ضربات قلب الطفل حوالي 85 ضربة. فريدريك هو مكتشف الأنسولين، عضلة القلب أقوى عضلة في الجسم. يبدل الفيل أسنانه 6 مرات. يعد الخنزير أقرب للإنسان من ناحية التركيب. الغبار موجود في الجو ويساعد على هطول المطر. الجوافة أكثر نوع فاكهة غنية بفيتامينات سي، تبلغ نسبة الماء في الجسم 70%. عدد الكواكب التي تدور حول الشمس هو 9 كواكب. الطيور لها 3 جفون. تبلغ سرعة الصوت في الماء 5 أضعاف سرعته في الهواء. معدة النعامة تستطيع هضم الحجارة. عدد فقرات رقبة الزرافة 7 فقرات. كريات الدم البيضاء هي نقطة الدفاع الأولى عن الجسم. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات، ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.